اسمح لي غنضم صوتي ليك، مالك ما بغيتيش؟ وهذا ضرب في عمق الديمقراطيه ليس الا. نقراوها، ما يمكنش نصوتوا على تعديلات بلا ما يكون صاحبي ونقدمها ويفي باك صاحبي. وبالتالي انا الشتم نبادله شكرا وجميلا، ما كانش اشكال كاع اللي هو يشتم. شكرا سيد الرئيس. بخصوص هذه المادة التاسعة، الموارد المرصدة للجهات، واللي كتقترح بأنه ترصد للجهات برسم السنة المالية 5% من حصيلات الياس، يعني الضريبة على الشركات، اللي كقوله هو أنه سؤال اللي تطرحه في الحقيقة، بالإضافة إلى بغينا نفهموا أسباب النزول. راه ملي سمعنا السيدات والسادة النواب صفقوا على الرفع من القيمة المضافة من 30-32 على المستوى المحلي، ما فهمناش علاش صفقوا. علاش؟ لأنه كاين هناك فوارق كبيرة، وأن المشكلة ماشي هي مشكلة ديال فقط ديال الأموال المرصدة واللي خصها تبقى ثابتة، علما بأن الجهات خصها تساهم في خلق الثروة، علما أيضا بأنه اليوم المشكل على مستوى الجهات وعلى مستوى حتى المحلي، ولكن حنا نتكلموا دابا على الجهات، مشكل ديال الكفاءات، مشكل ديال صرف الميزانيه، مشكل ديال صعوبه ديال لو مونتاج دو بروجي، مشكل بانهم ما تيخدموش باللوائح ديال القياده وبال يعني بالزانديكاتور دو بيرفورمانس، هذا هو المشكل. اما باش نبقاو نعطيهم في الفلوس وحنا ما دايرينش القانون ديال التجريم العارف، ما دايرين والو. انا فهمت دابا علاش صفقوا البعض، ما يمكنش. شكرا. إذن أنا شكرا السيده النائبه، الكلمه للحكومه. تؤمن بأن العمل الجماعي هو صمام الأمان تاع البناء الديمقراطي لبلادنا، وتتؤمن ولها القناعة الراسخة بأن العمل اللي تتقوم به الجماعات الترابية اللي هي حوالي 1600 جماعة في بلادنا عمل جبار، محتاجة إلى تمويلات إضافية وإلى مجهود مالي إضافي. 5% اللي درناها من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل كاينه في القانون التنظيمي تاع الجهات. فيما يخص تحويلات الجماعات المحليه، قلت بان في السنه الاولى لبدايه الاصلاح الحكومه حولات 2%، وإلا مشت الامور بنفس الاتجاه ستواصل الحكومه دعم هذه الجماعات، وماشي لانه كاين حالات استثنائيه اللي مازال ما دخلتش النوميريك ولا ما دارتش لي كوميتي دو بيلوطاج، غادي نعاقبوا التراب الوطني ونخليوه بدون تمويل. وخلق الثروة بالمناسبة ما عنده إلا وسيلة واحدة، هو الاستثمار، والاستثمار العمومي كيف راه في البلاد وفي الدولة هو القاطرة نتاع الاستثمارات الخاصة. بالتالي احنا سنواصل رصد هذه الاعتمادات وسنعمل على تطويرها كلما أتيحت لنا الهوامش لفعل ذلك. رأي معارض؟ لا أحد. رأي مؤيد؟ تفضل سيد النائب نبيلة منيب. شكرا سيد الرئيس. انا كنقول بانه كاين هناك فوارق كبيره مجاليه، يجب الاهتمام بتقليص هذه الفوارق، لانه هذه الزياده ولا هذا الرص ديال هذه الميزانيه 5% ديال الياس و5% ديال الياخ، المناطق اللي هي مهمشه اصلا وكتعاني من واحد النقص ما غاديش تحرك هذيك الجهات، والمفروض انه يكون اي تدبير غيدار يصب ايضا باتجاه التقليص بين من الفوارق المجاليه والجهويه. ثم انه كاين امكانيه ديال دي جوملاج، كاين امكانيه ديال اطلاق مشاريع، واليوم حنا كنعرفوا بان بحال دابا المغرب عندنا لو بلو غران باركينغ دو فواتور دو فونكسيون، في ديك الجماعه البعيده اللي فيها داك امي اللي وصل المجلس لها ما كاين حتى واحد قاري، حتى هما عندهم لي فواتور كيقلوا يديروا. اذا ما كاينش ترشيد ديالنا فقط، ولهذا لا تزاد ماشي بالضروره غادي يكون هذا الرفع من الميزانيه واحد الاثر ايجابي الا ما سبقتهاش اصلاحات قبليه. وشكرا. اعرض هذا التعديل للتصويت. تفضل سيد رئيس. انتم تحرصون على حسن سير الجلسه، كما من واجبنا جميعا رئيس ديال المجلس ونواب ان نحرص ايضا على عدم شتم
المنتخبين واننا يتنعتوا بان واحد امي كاين في الجبل، ماشي كاع الناس اللي اميين. اولا الاميه ماشي معيوره وماشي صوبه في حق المنتخبين، خصنا نعتبروها الاميه هما ضحايا ومكون من المجتمع المغربي، يمثلون واحد الفئه عريضه من المجتمع المغربي، ومن حقهم انهم يكونوا في المجالس المنتخبه ويكونوا في السير ايضا. ما كاينش ما كيمنع. وهناك بعض الاميين اكثر كفاءه وتقنيه واكثر من بعض الناس اللي عندهم دبلومات من جامعات دولية ومن جامعات ما عرفناش فين وصلوا لي ديبلوم ديالهم. دونك شوية ديال الاحترام لجميع مكونات المجتمع المغربي وشكرا. سيد رئيس، احنا كنعرفوا بان التعديلات يؤثرها القانون. التعديلات كتكون يا اما بتغيير او بتتميمي او باضافتي او بحذفي مادة معينة وما الى ذلك من القانون، الا انه هاد التعديلات اللي جايبهم السيده النائبه ما فيهمش حتى شي حاجه من هاد الشيء، فيهم هي نسخه من الماده ديال المشروع. حنا كنسالوا اين هي التعديلات باش نطرحوها حنا على المناقشه ولا على التصويت، ولا هي تساؤلات خاصها تمشي لجلسات الاسئله الشفهيه، ماشي تكون في التعديلات. ولذلك فخص النائب او النائبه يكون عندهم درايه شويه بالقانون والكفاءه اللازمه باش انهم يصيغوا التعديلات بالطريقه وبالتقنيات التي تحترم يعني الذكاء ديالنا جميعا. وشكرا. انا شخصيا لم اقرا التعديلات، ما عرفتش شنو المضمون ديالهم. تعديلات مقدمه من السيده النائبه، هذا حق النائب باش يقدم او النائبه باش يقدم التعديلات. النائبه ما حضراش، ما عرفتش نستمر في تقديم هذه التعديلات بالارقام، زعما بالارقام بدون الدخول في المضمون. التعديل الاول السيد الوزير، وقع اتفاق مع موظفي الصحه سواء لليوم مع وزاره الصحه ولا غيمشيو للمجموعات الصحيه الجهويه، او اللي اليوم راهما في خدامين مع التحقن ديال الدم وغيمشيو لوكالات ديال الدم، او اللي كذلك كيشتغلوا في الصيدليه المديريه الصيدليه وغيمشيو لوكالات الادويه. هذا الاتفاق اللي كان مع النقابات واللي جات به الاغلبيه وافقت عليه الحكومه، حنا عندنا فيه جوج ديال التساؤلات. اولا هذا حق تشريعي، حنا اللي كنشرع، درتوه بنص تنظيمي. ثم واش غادي يبقاو تابعين؟ ماشي الصوم، ماشي الخزينه غتخلصهم، واش غيبقاو كمناصب يعني مركزيه كتجي في قانون الماليه وكتجي في هذا الجدول. التعديل الثاني يتعلق ب اطر الاكاديميات 16000 ما بانتش في الجدول، فهي كاينه في الاكاديميات. حنا كنقولوا هذيك 16000 بعدا اولا خصها تجي في الميزانيه هنا وتبان، واخا ما تكونش في الجدول تكون بحال ديك 700 اللي عطيتو للدكاتره وتبان. 16000 2000 منها كنقترحوا تمشي للتعليم الاولي، لانه دابا فيه غير الجمعيات وهذاك الشيء يمكن ينهار في اي لحظه، فعلى الاقل يتم ترسيم هؤلاء النساء والرجال الذين يشتغلون في هذا العمل الهام. شكرا. بنفس المادة كاين خمسة ديال التعديلات رقم 7 8 9 10 11. النائبة نبيلة منيب، السيد الوزير لكم الكلمة. نعم السيد النائب، نقطة نظام. السيد الرئيس، تبقى لمقضية النظام الداخلي، احنا هاد ما يمكنش نصوتوا على تعديلات لم تقدم في غياب صاحب التعديل. اذا كان تعديل قدموه المقرر، وحتى اذا كان هاد التعديل خصنا نرجعوا لهاد التعديلات ونقراوها. ما يمكنش نصوتوا على تعديلات بلا ما يكون صاحبي ونقدمها ويا فيها باك صاحبي، وإذا نفهموا شنو هو التعديل، كنلقاو فيه تعليقات من قبيل هاد باك صاحبي وبغينا نفهموها. الا ما كانش اللي غيفهمنا على الاقل تقرا المقرره كيف منصوص عليه في النظام الداخلي باش نعرفوا اشنو كنصوتوا، وحتى الحكومه خاصها تعرف علاش غادي تجاوب. شكرا. يمكن فهموا نصوتوا معاه ياك؟ نعم يمكن فهموا نصوتوا ياك بالايجاب. يمكن فهموا نصوتوا بالايجاب. ما يمكنش نصوتوا على ارقام، خصنا نعرفوا التعديلات ويقدمها شي حد النظام الداخلي في غياب صاحب التعديل ويقدموا المقرر. هو التعديل التعديل لصاحبه سي عبد الله.
سيد الرئيس جرت العادة كنمشي بهذا المسطرة، ولكن أطلب منك السيد الرئيس، لأن حسب علمي وحسب الذاكرة ديالي والسيدة الرئيسة هي حاضرة معنا، لقد تم سحب هذه التعديلات في اللجنة. المرجو التأكد أن سحبتها في اللجنة، لا داعي لقراءتها ولا لتقديمها. شكرا. تم سحبها في اللجنة أو لم يتم سحبها؟ أنا ما كنت حاضر، أنا اللي حاضر له ما أتوصل به رسميا من الفرق ومن النواب محترمين، كنديروه في الجدول، أنا كنتوصل بهذا الشيء رسميا، كل واحد كيتحمل مسؤولية. أنا ما عارفش واش السيدة الرئيسة واش تم سحب هذه التعديلات من اللجنة، السيدة الرئيسة غتأكد. فعلا السيد الرئيس تسحبوا واحد ثلاثة ولا أربعة هادو ديال السيدة النائبة المحترمة. السيدة النائبة سحبات ربعة، أما الباقي ما سحباتوش. وشكون هاد الربعة فيهم؟ اللي أربعة راه ما طلعوش للجلسة. ما طلعوش للجلسة. ما طلعوش حيت غير ما بقى ديشارجيت ليا لا لابليكاسيون. أما راه شفتهم أنهم مسحوب مسحوب مسحوب، جي فيريفي، ولكن اللي ما سحباتش كانت تشبتات بهم، كنت كنؤكد عليها وتشبتات بهم. شكرا. بكلمة السيد الوزير. بلاتي السيد الوزير اسمح لي سيد نقطة نظام. سيد ريس. سيد الرئيس المحترم، في الواقع كاين نظام داخلي وكاين أعراف وكاين يعني عمل بتراكم، وكاين دولة عندها 32 قرن 32 قرن. دابا ما راجع في جلسات اللجنة والبارح عرفت ثلاثة نتاع المشاكل. المشكل الأول راه هو الموضوع اللي ناقشته قبل قليل الزميلة النجوى، وهو اللي تيتعلق بالمنتخبين الأميين وفي الجماعات إلى غير ذلك، وهذا ضرب في عمق الديمقراطية ليس إلا. أي اللي بغى يتقدم شي تعديل الدستور أو لشي حاجة له ذلك. ثانياً إلا سمحتوا لي أنا في هذا المضمون نيت تاخذ في الرأي ديك الساعة ديال المضمون، أما دابا شكلا واش ندوزو من التصويت ولا ما ندوزو؟ أنا جاي. نعم. أنا جاي. ثانياً كان مشكل نتاع شتم الدولة المغربية على اعتبار وبالحرف والقول مقاولات تسير الدولة المغربية، وهذا أمر غير مقبول وغير معقول. شنو صحيح؟ أنا تسحب ولا ما تسحب، لأنه هذه مناقشة سمحوا لي، يعني ما يمكنش اللي بغى يقول دابا علاش غادي. ثالثا بالنسبة للمواد المقدمة توحد فيهم مطابق الشروط اللي خص تكون في التعديل، وهذه تمت المناقشة ديالها وما تسحبات ما بقات، وحنا عايشين في واحد الفوضى. يجب أن على الأقل بعد دابا أن لا نناقش من جديد هذه التعديلات لأنها لا تستوفي شروط التعديل. شكرا. شكرا سيد الرئيس. سي بعزيز ومن بعد سي عبادي. لا السيدة اسمها هذيك الكلمة اللي قلتي، هذاك التعديل المتعلق بها سحبته وكنا كاملين. سيد ريس. سيد رئيس. سيد رئيس. بين بعض التعديلات اللي تكلمت عليهم السيدة رئيسة اللجنة هو هذاك. السيدة رئيسة أنا اللي بغيت نقول بأن عندنا نظام داخلي وعندنا مسطة واضحة ديال تقديم التعديلات والتصويت عليها، والسيدة النائبة رأيها يحترم، لأن التعديل الذي قدمته هو عبارة عن تساؤل حول حكامة هذه الصناديق، وبالتالي فإحنا التعديل إلى جغيفة فصيلة واحدة غادي يخضع التصويت، وبالأحرى ثلاث كلمات أو أربع كلمات بغض النظر عن مضمونها، وبالتالي فهذا يعتبر تعديل ويخضع لمسطرة عادي لا شيء غير ذلك. سي عبادي بلاتي أنا غنعطي بلاتي الوحدة ونص هذيك ما لا كنظن واقيلا تلقى الكليماتيزور شوية المبرد. سي ادريس عاون واخ
سي عبادي. انا سيد الرئيس الله يخليك، في هذه النقطه كانت هذا الشيء وقع في اللجنه ديال في اللجنه وبامانه، يعني الطريقه والصياغه ديال التعديل كي صاغته النائبه، حنا كنتحملوا المسؤوليه في اللجنه، تجاوزنا وقبلناهم على صيغتهم رغم ان الصيغه ماشي قانونيه او شي حاجه من هذا القبيل. اللجنه تحملت المسؤوليه وتجاوزنا وقبلناهم وصدقنا عليهم وصوتنا عليهم، دابا بلا ما نديروا مزاديه في بعضياتنا يدوزوا للتصويت والسلام. شكرا. بلاتي 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 تعديل السيد النائبه، تعديل السيد النائبه في الماده واضح، تعديل رقم 8 سيد الرئيس، التعديل ديال السيده النائبه واضح، دارت واحد التعديل في رقم 8 في الماده 6 قالت بانه في المناصب توزع حسب الاولويات مع احترام 7% الاشخاص في وضعيه اعاقه. هذه تنعرض علينا نصوتوا عليها ونبي عليه السلام بلا ما نبقاو نطولوا في المواضيع، هذه راه جوج الليل دابا. اذا الا سمحتوا، الا سمحتوا دابا السيدات والساده النواب محترمين، الا سمحتوا وانا غادي نضم صوتي للاخت نجوى. ها اسمح لي غنضم صوتي ليك، مالك ما بغيتيش؟ ان التوظيف الاداري يحتاج الى دبلوم ويحتاج الى مباراه لولوج سلك الاداره. الديمقراطيه تحتاج الى التسجيل في اللوائح الانتخابيه وحصول على اصوات. كن اميا جاهلا، هذا قنعتي الساكنه كيعطيوك صوت، يضعون فيك الثقه ويعطوك الشرعيه لتدبير شؤونهم. جلاله المغفور الى الحسن الثاني رحمه الله قال: لو سمح لي القانون لدخلت الجماعه لاتكون في تدبير الشان العام. السيده النائبه قدمات تعديلات، الا مشينا بهذا المنطق ما كاينش عندنا نديروا المعياريه ونقولوا هذا كذا أو كذا، باش نقف منسجمين في المنطق ديالنا. الحكومة قادرة، لما الحكومة كتشوف بأنه لا يستوفي تلك الشروط كير كترفضها وكندوزو، يعني باش نكونوا باش ما نعقدوش الأمور ونبقاو منسجمين ونحمي الديمقراطية. الآن الله يخليكم، السيدة النائبة ما حاضراش وعملات مجموعة ديال التعديلات في اللجنة وتمت مناقشتها في اللجنة وطلعات الجلسة العامة وهذا حقها، والنظام الداخلي يقول إلا سمحتوا أنه يخصص الوقت للسيدات والسادة النواب لتقديم تعديلاتهم، وحين تجاوز ذلك الوقت يقوم الرئيس بتقديم التعديلات. أنا محترم النظام الداخلي، في غياب النائبة أو بحضور النائبة لما كيتجاوزوا الوقت ديالهم أنا اللي كنقدم هذا. هذا المادة 228 باش نكونوا واضحين. فالان السيده النائبه ما كايناش، انا كنقدم مكانها الرقم ديال التعديل. بغات تجي هي تدافع على التعديل ديالها وتقنعنا باش نصوتوا عليه، هذاك حقها، ما بهذا من حقها. السيد الوزير لكم الكلمه. على اي كيف قلتي السيد الرئيس، احنا الحكومه اللي مهم مع السيدات والساده البرلمانيين هو نحسنوا المردوديه نتاع الشان العام وبلادنا تزيد القدام والتراكمات تكون اكبر من حسن الى احسن، وهذا هو الاساس. وبالتالي انا الشتم نبادله شكرا وجميلا، ما كانش اشكال كاع اللي هو يشتم. هذه التعديلات اللي جابوا السيدات والساده النواب كتهم احداث المناصب الماليه وفيها مجموعات، نبداو بعدا باش نرفعوا اللبس على المساله نتاع الموظفين وموظفات وزاره الصحه، واللي بالمناسبه الحوار الاجتماعي نتاعهم كان بدا منذ بداية الولاية الحكومية، وكان سهر عليه السيد وزير الصحة والسيد رئيس الحكومة وقطع أشواط مهمة جدا وتحققت فيه نتائج، خاصة الأطباء والممرضين اللي كان طال الانتظار نتاعها وعطى انفراج حقيقي في هذه الأوساط. دونك ما نجيوش اليوم
واش اليوم هذا الانفراج اللي كيبعث الطمأنينة لهاد النساء ورجال الصحة اللي كيستحقوا كل الاهتمام وعناية. ونبداو عاود الموضوع بسيط. اليوم عندنا واحد المستشفيات الجامعية كاينة في الجهات، فيها موظفين عندهم واحد لو ستاتيو نتاعهم، طبيعة الحال هما موظفين وموظفات نتاع الدولة. هاد الناس اللي تكلم عليهم السيد الرئيس غيمشيو للأدوية وغيمشيو للهوت اوتوريتي وغادي يمشيو ل كاين الدواء وكاين والدم مؤسسة باستور، كاين تحول غادي يوقع. هادشي غادي يدار في حوار بين النقابات وبين القطاع وزارة الصحة، واللي ما يمكن ليه يجيب غير الأحسن لهاد الموظفات والموظفين. ما حدث في تاريخ المملكة المغربية أنه دار شي ستاتيو لشي بيرسونيل ورجعنا به اللور، ما كاينش. أنا بعد بالتجربة هذه 30 سنة ما عمرنا ناقشنا ستاتيو تراجع. هذا الحوار تم وقالوا لنا بأننا غادي نحتفظوا على واحد الصيغة، وغادي ملي يخرجوا النصوص التنظيمية. علاش النصوص التنظيمية؟ لأن هذه المراسم تاع البيرسونيل سون مراسم ديكري، ملي غادي يخرجوا باتفاق بين الأطراف غادي نديروهم دوك باش نرفعوا اللبس في هذا الموضوع. مسألة نتاع رئيس الحكومة مسكين فيها مجموعة واحد الملاحظات. حنا ملي تنديروا المناصب عند رئيس الحكومة ماشي تيوظف فيهم رئيس الحكومة ولا في المصالح نتاعو تاع رئيس الحكومة، وهذا الشيء ماشي بديناه مع هاد الحكومة باش نكونوا باش كل حاجة نوضعوها في النصاب نتاعها. رئيس الحكومة عندنا واحد 200 بوست ودارت في العهد نتاع الوزيرة السيدة الحقاوي، أنا كنتذكر عوض ما كل وزارة دير بعض لي بوست ستة اللي في وضعية إعاقة، قلنا غادي نجمعوا داك لي بوست ويديروا لهم داك الإجراءات نتاع المباراة التخفيفية، لأن ما يقدروش يدخلوا مع الموظفين الآخرين يتباراو باش يدخلوا ويخدموا. وهاد 200 بوست ماشي هي بوحدها، راه كاين واحد الاطار اخر قانوني اللي تيقول 7% نتاع لي بوست المفتوحه راه مخصصه لذوي الاحتياجات الخاصه، اللي بغى يديرها يديرها. هاد 200 جمعناهم على ود الكونكور. المساله الاخرى اللي كتبقى للسيد رئيس الحكومه، كاينين كاع المؤسسات الدستوريه والمؤسسات المحدثه والقطاعات الوزاريه لما تتوقع عندها شي حاجه خاصه. وانا نعطيكم امثله، دابا ملي غادي يوقع لنا الفيضانات واحد الوزاره خصها في واحد دوك المديريات خصها واحد 20 ولا 30 بوست يتعزوا بهم، من غنجيبوهم؟ واش غادي نديروا قانون مالي تعديلي؟ دونك كنستعملوا دوك المناصب الماليه وكيفرقهم رئيس الحكومه. هذا هو بيت القصر. المقاربه نتاع القطاعات الاخرين، دونك حيدنا الصحه، حيدنا رئاسه الحكومه باش ما نعتقدوش بان رئيس الحكومه تيدخل في رئاسه الحكومه. المساله الثالثه هي القطاعات الوزاريه. هذه القطاعات الوزاريه كتخضع لواحد المنطق معين، واحد المقاربه واضحه. حنا كنعطيوكم مدينا السيدات، انت درتي الملاحظات والتعديل ما خليتيناش نهضروا. هاد القطاعات الوزاريه كاين واحد المقاربه محدده وعطيناها في تقرير، كنعطيكم تقرير على الموارد البشريه، فيها الناس اللي غيمشيو للتقاعد بشحال، فيها هاد لي بوست كيت سوبريما، فيهم الحاجيات نتاع الوزاره، وكنديروا المعادلات مع الاولويات الحكوميه. الاولويات الحكومه واضحه، القطاعات الاجتماعيه هي الاولويه، التعليم، الصحه، حنا هابطين، ثم القطاعات الامنيه. كنهبطوا وتنديروا توزيع اللي يستجيب للحاجيات نتاع القطاعات، راه ماشي العدد، ماشي غير نجيو نطلعوا، خص يكون المرفق فين غيخدم، خص تكون الامكانات والمشاريع اللي غيشرف عليها داك الاطار. دوك هادشي كله هو تنديروه في المقاربه اللي كنعطيكم الخلاصات نتاعها في التقرير نتاع تدبير الموارد البشريه، وكيعطينا هاد الجدول. رأي معاذ